أهلا ومرحبا بكم إلى نافذة تفاصيل خبر التي سوف نتحدث فيها عن الإدانة من قبل الحكومة الشرعية بمجاز التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الإنقلابية ضد المدنيين، وكذلك تطالب المجتمع الدولي بموقف واضح وصريح، حيث استنكر مصدر حكومي مسؤول بأشد العبارات تكرار ميليشيا الحوثي الإنقلابية لمجازرها الدموية ضد المدنيين وإخراقها وآخرها قصف سوق آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بمحافظة صعدة بصواريخ الكاتيوشا، والتي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحا في حصيلة غير نهائية. وأكد المصدر الحكومي أن هذا السلوك هو انعكاس لعقلية ونهج العصابات المنفلتة الخارجة عن القانون والأعراف والقيم والأخلاق، والتي تحاول يائسة وباتباع أحط وأقدار الوسائل والأساليب وأبشعها بفرض مشروعها الإنقلابي المفروض والدخيل على أبناء الشعب اليمني. إلى ذلك طالب المصدر الحكومي المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الأعمال الإرهابية البشعة والكارثية الإنسانية المتفاقمة في اليمن جراء تلك الممارسات من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، وعدم الاكتفاء بالإدانات الخجولة وتفعيل أدوات القانون الإنساني والدولي نصرة للضمير الإنساني وإنقاذ المواطنين في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين من خط داهم يهدد حياتهم. وجدد دعوة الحكومة ومطالبتها للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية للممارسات مزيد من الضغط بكل الوسائل لردع الميليشيا المتمردة وإيقافها عن الاستهداف بالأحياء السكنية والمدنيين العزل. إذن لمناقشة تفاصيل هذا الخبر ينضم إلينا عبر الهاتف نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني. أسعد الله مساءك دكتور سمير. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بك، سعداء أن نناقش معك هذا الموضوع. حقيقة انتهاكات مستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الإنقلابية تقام بين الفينة والأخرى، عدم موقف جاد من قبل الأمم المتحدة ولا حتى المجتمع الدولي، ما الذي يضيف هذا الاستنكار الجديد من قبل الحكومة الشرعية أو مسؤول في الحكومة الشرعية؟ في البدء خليني أقدم التعازي الحارة لكل أهلنا الذي فقدوا أقاربهم وذويهم من جراء هذا العمل الخسيس في الحقيقة الذي درجت جماعة الحوثي على تكراره. الهدف منه سياسي، هم تعمدوا ضرب هذه المناطق حتى يرهبوا المواطنين من أي احتمالات للتعاون مع القوى الشرعية وقوى التحالف التي تحقق انتصارات كبيرة داخل محافظة صعدة خلال الأيام الراهنة، وهذا طبعا شيء مؤلم. أتمنى أن يمن الله على الجرحى بالشفاء ويتغمد ويتقبل شهداءنا في الجنة إن شاء الله. آمين إن شاء الله. المطالبات مهما كانت هي في الحقيقة لن تأتي أكلها بشكل سريع، لأنه هذه الجماعة جماعة غير منضبطة، لا قانونا ولا معترف بها دوليا، ولا هي ملتزمة بأي قوانين واعتراض. ليست الدولة، هي ليست ملزمة نفسها بأي اتفاقيات دولية لأنها ليست دولة. فلهذا أقول أنه نحن علينا أن نعجل بأمر الحسم العسكري في المناطق التي نستطيع أن نحقق فيها حسم عسكري، ونتواصل مع جماهيرنا. في الحقيقة البيان الذي صدر عن المصدر المسؤول في الحكومة هدفه هو درء المغالطات التي درجت جماعة الحوثي على وضعها. تعرفوا أنتم
منذ الأمس، وهم يكررون بأن هذه الأعمال تمت بناء على قصف طيران، حتى أنه كثير من القنوات في الحقيقة المعادية غير المؤيدة لموقف القيادة الشرعية والتحالف حاولت أن ترسم الوضع وكأنه قصف طيران هو الذي أدى إلى ضرب هذه التجمعات المدنية وهذا السوق الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الجرحى. بالمصادفة كنت أستمع بالمصادفة لقناة إسرائيلية كانت تروج لهذه الفكرة وقامت بمقابلات مع بعض الأطباء التابعين لجماعة الحوثي للترويج للفكرة. هذا يدل دلالة واضحة على أن كل أعداء اليمن مهما اختلفت توجهاتهم ومشاربهم يتفقوا على إعاقة الحل الحاسم للقضية ويحاولوا أن يسوفوا من خلال رفع شعار الإنساني. وبالتأكيد طبعا ترافق هذا العمل مع تصعيد في مجلس في الكونغرس الأمريكي كما تعلمون، حاولوا أنهم يشددوا على الرئيس ترامب ويسحبوا استخدامه للفيتو داخل الكونغرس الأمريكي ضد القرار الذي كان يطالبه بالامتناع عن تصدير السلاح لحلفائنا في التحالف العربي. هذا الأمر كله يبدو بوضوح أن المجتمع الدولي يتناول الموضوع من زوايا مختلفة، ليست من زاوية مصلحة الشعب اليمني على الإطلاق، وإنما من زوايا مصلحته السياسية وأجنداتهم مختلفة، وبالذات القنوات الغربية التي واقعة تحت تأثير ضغط أيديولوجي لليسار الأوروبي للأسف الشديد. نحن ينبغي أن نوجه كلامنا للشعب اليمني، نوضح للشعب اليمني حقيقة هذا الأمر. هم يعرفون، اليمنيون يعرفون تماما أن الصواريخ التي ضربت هذه الأسواق المدنية وقبلها أسواق مدنية أخرى أو مناطق مدنية أخرى كانت صواريخ أرض لم تكن صادرة عن الجيش الوطني أو قوات التحالف، ولكنها صدرت عن الحوثي، عن قوى حوثية قريبة منها، لأن الصواريخ ذات مدايات قصيرة وهي التي تستطيع أن تصل وتحدث هذا التأثير. نعم. للأسف الشديد الحرب تستدعي القتل والدمار والخراب، ومن استدعى الحرب أولا هو الذي ينبغي أن يتحمل المسؤولية بالكامل بغض النظر عن ما هي ملابسات أي أحداث تحدث. نعم. دكتور سمير، تتحدث عن مغالطات ومجتمع دولي وتحشيد رأي عام لدى القنوات المحلية وكذلك العالمية بتلك المغالطات ونسبها إلى الجيش الوطني أو التحالف العربي. دعنا نتحدث عن آلية المجتمع الدولي، وأنتم في وزارة حقوق الإنسان بكل تأكيد هناك تحقيقات تجري حول الانتهاكات الصادرة بحق المدنيين بغض النظر عن مرتكبية. هذه الآلية لماذا لا يفعلها المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة أو الجهات المسؤولة الدولية وتقوم بالتحقيق بعيدا عن تلك المغالطات التي تقوم بنشرها ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتقوم بالتأكيد وأخذ شهادات وشهود عيان لتوثيقها ومحاسبة مرتكبيها؟ لماذا لا تفعلها رسميا وفقا للقانون الدولي دكتور سمير؟ لماذا؟ قلت لك لأن المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة كلها تخضع لبعض الأحيان وفي كثير من الأحيان لضغوط بلدانها أو تكتلاتها. أما ماذا عملنا نحن في الحقيقة؟ الحكومة لم تألو جهد، لا يوجد أي محفل دولي إلا ونقلنا كل هذه الملفات إليها. لكن يعني في رأيي الشخصي أنها لم تتوافر بعد عند القوى المؤثرة في القرار الدولي على تفعيل مثل هذه القرارات، مثل هذه الإجراءات التي أو الميكانيزمات التي هي من ضمن الميكانيزمات المعمول بها في المنظمات التابعة للأمم المتحدة بشأن التحقيق والتحري. حتى نحن
في الحكومة تفاديا لعدم الوقوع بمسألة أنهم لا يثقوا بعض الأحيان بمصداقية ما نصدره. نحن طلبنا منهم أن يتعاملوا حتى مع منظمات المجتمع المدني اليمنية الوطنية للتحقيق في هذه المسائل، لكنهم رافضون هذا الأمر لأنهم لا يرغبون في الحقيقة. دعني استوقفك عند هذه النقطة دكتور سمير، هل تم رفض أي تقارير من قبلكم من قبل وزارة حقوق الإنسان؟ ولم يتم رفض التقرير بالكامل، لكن ترفض أجزاء منه لأنه هناك أجندات سياسية تطرح دائما عندما نقدم تقاريرنا. يقبل أكثر من 80% من تقريرنا، لكن 20% والتي هي لها علاقة بالإجراءات في الغالب لا يتم تفعيلها ولا يتم الأخذ بها. نعم تتحدث عن التفعيل دكتور سمير، تتحدث عن التفعيل وأيضا بأن 80% من هذه التقارير ربما تكون لديها مصداقية لدى المجتمع الدولي. لنكن أيضا واضحين أكثر ونتحدث بصراحة أكثر، منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في عام 2014 وحتى اليوم، ما الذي قدمه المجتمع الدولي من خطوات فعلية أو من الإدانات وترجمت على أرض الواقع ووضعت حد لتلك الانتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ من تاريخ الانقلاب إلى اليوم وأنتم في الوزارة دكتور سمير، ما الذي قدمه المجتمع الدولي حيال كل الجرائم التي ارتكبت أو وضع حد لميليشيا الحوثي الانقلابية لعدم تعديها على المواطنين والمدنيين؟ في الحقيقة لم يتم اتخاذ أي إجراءات أستطيع أن أتذكرها مؤثرة وحاسمة في سبيل منع تكرار مثل هذه الأعمال. لكن برضه في نفس الوقت لا أستطيع أن أنكر أن هناك جهود تبذل من بعض أطراف المجتمع الدولي للتعاون معنا. فمثلا في مجلس الأمن تم اتخاذ قرارات بإجماع أعضاء مجلس الأمن كلها لمصلحة اليمنيين، لكن ماذا ترتب عن هذا؟ لا شيء. على سبيل المثال نحن وافقنا على كل طلبات الأمم المتحدة في الذهاب إلى جلسات الحوار، وكان آخرها هو جلسة المناقشات في ستوكهولم في السويد، وتم التوافق على تجزيء القضية مع أننا لم نكن قابلين بها بالكامل، لكننا قبلنا بها طبعا حتى نقطع طريق الكذب كما يقال، وقبلنا باتفاق ستوكهولم الذي قد مضى عليه حتى الآن ما يربو عن 7 أشهر تقريبا، ولم يقدم الطرف الآخر طرف الحوثي أي استعداد لتنفيذه. وللأسف الشديد مارتن غريفيث ولوليس غارد حتى اللحظة لم يتجرؤوا على القول بأن هناك طرف معرقل وهو الطرف الفلاني. نعم. أنهم لم يتجرؤوا أن يقولوا أننا نحن الطرف المعرقل في هذه المسألة. أنا كنت أتمنى أن يقولوا أن أحد الأطراف، لأنه عندما يقولوا أنا طرف معرقل حتى لو قالوا أن الحكومة الشرعية هي المعرقلة هنا سيطلب منهم التبرير والتفسير، لكنهم حاولوا أن لا يحملوا أي طرف مع أنهم يعرفوا من هو الطرف المسؤول عن تحمل كل هذه الانتهاكات وهذا القتل وهذا الدمار الذي يحدث لبلدنا وشعبنا. حتى لا يطلب منهم معرفة منهاج حديثهم عن من هو المعرقل أو من هو المسبب لكل هذه. طيب دكتور سمير دعني أتفق معك وعن هذه الجهود التي تتحدث عنها، لكن ببساطة المواطن بطبيعة الحال بعيدا عن تعقيدات المشهد السياسي في الخارج هو لا يفهم هذه اللغة، هو يبحث عن الأمان وبعيدا عن تلك الانتهاكات. إذن أمام تلك أمام هذا المشهد المعقد وعدم وجود يعني حلول جذرية أو أعمال تترجم على أرض الواقع، ما المعول إذن لوقف تلك الانتهاكات من خلال كل هذه المساعي وما نشاهده اليوم من انقلاب ميليشيا الحوثي إلى اليوم وهي تصعد من انتهاكاتها ضد المدنيين؟ على ماذا التعويل إذن دكتور سمير؟ أنا هنا أوجه كلامي للشعب اليمني ولإخوتنا بالذات الواقعين تحت سيطرة جماعة الحوثي حتى اللحظة.
إن أردنا حل حقيقي هو علينا أن ننهي المعركة بالكامل. إن أردنا حل حقيقي علينا أن نقف الانقلاب بالكامل. أي حلول نسخية سوف تؤدي إما إلى تبريد نار المعركة قليلا لتشتعل في مرة أخرى وبشكل أكبر، ومعالجات يعني تلفيقية غير نهائية. لهذا أقول على أبناء اليمن عموما أن يلتفوا حول قيادتهم الشرعية، وأن يتعاونوا مع القيادة الشرعية والتحالف والقوة الوطنية وقوة المقاومة الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية من أجل القضاء على هذا الانقلاب إن أردنا حلا ناجزا. إذا قعدنا ننتظر الحلول تأتي من الخارج، أقول لكم سيطول الأمر علينا، وستزداد معاناتنا، وسنتحمل نحن النتائج الوخيمة. إن أراد الشعب حل المشكلة عليه أن يلغي كل الخلافات السياسية الآن السياسية القائمة، يعني فيما بين القوى الوطنية اليمنية، والعمل على التصدي أولا للانقلاب والتخلص من حركة الانقلاب. أنا هنا لا أقصد على الإطلاق أن أشق المجتمع اليمني إلى صفين، ولكننا لابد أن نكسر الانقلاب لنخضع حتى من ساهم في هذا الانقلاب لاحقا، سواء عبر تزييف الوعي أو عبر التعبئة الأيديولوجية، لنخضع مرة أخرى للمساهمة معنا في بناء الوطن. لكن والانقلاب قوي وسلاحه لا زال ساخن في يده، في الحقيقة الحل يكاد يكون مستحيل. لهذا يعني أنت نعم دكتور، اعتذر المقاطعة، يعني أنت تختصر المشهد كما يقال في المثل الشعبي، لا يحك جلدك إلا ظفرك. نعم، فبالتالي أختم معك وعلى عجالة دكتور سمير، ما المطلوب اليوم على المستوى الشعبي والقبلي وأيضا على المستوى الأحزاب الوطنية، إذا كان ليس هناك تعويل، وأنت تتحدث بصفة رسمية تابع لوزارة حقوق الإنسان بأن الدور ضعيف بالنسبة للمجتمع الدولي حيال تلك الانتهاكات، دعنا نتحدث داخليا، أختم معك، ما المطلوب اليوم لتوحيد الجهود وإنهاء هذه الانقلاب وإنهاء تلك المآسي التي تخلفها ميليشيا الحوثي الانقلابية؟ هو في الحقيقة الركون لأي آلية من آلية المجتمع الدولي لحل مشكلة هو ليس موقف يائس من لدني، إنما هو بناء على تجارب تاريخية سابقة. فلنتذكر مثلا، نحاول أن نتذكر أي قضية في العالم تم حلها عبر هذه الآليات حلا ناجزا، لا وجود لأي قضية. آخر قضية هي قضية اغتيال رفيق الحريري في لبنان، لا زالت منذ أكثر من 15 عام وحتى اليوم وهي تراوح في مكانها، لأن المجتمع الدولي لم يحسم بالمسألة. لهذا أقول أن القضية قضيتنا. المطلوب من أبناء الشعب اليمني ماذا؟ المطلوب أن نؤجل خلافاتنا الثانوية كلها بين الأحزاب والقوى السياسية والقبائل، ونركز جهدنا للتخلص من القوى التي كسرت التوافق الذي وصلنا له بفعل ثورة 2011 الشبابية، التي تخلصت من نظام الفساد والاستبداد، والذي ينبغي أن تخلص مهماتها في القضاء على قوى الهيمنة الطائفية التي تحاول الآن أن تستعيد مجدها الآفل للزوال لا محالة. أشكرك جزيل الشكر نائب وزير حقوق الإنسان الدكتور سمير الشيباني، كنت معنا عبر الهاتف.